مرتضى منصور مش رئيس للزمالك ومش هيتم تنفيذ أي شيء إلا بالقانون، وأنا المسؤول عن ده. مفيش حاجة مش قانونية هتتنفذ. ده كان رد وزير الرياضة أشرف صبحي على قرارات مرتضى منصور اللي أصدرها خلال المؤتمر الأخير اللي عقده، ومن ضمنها إسقاط عضوية سليمان وهدان من مجلس الإدارة، رغم إن الأمور صفيت ما بينهم والمية رجعت لمجاريها بعد ما كان المستشار مرتضى منصور معتقد إن وزير الرياضة هو اللي ورا كل المصايب اللي الزمالك بيعاني منها، وإن في مؤامرة ضده وسببها وزير الرياضة. إلا إن وزير الرياضة عند موقفه وكله بالقانون، يتصالحوا حاجة وعزله من رئاسة الزمالك حاجة تانية خالص. فيا ترى إيه حقيقة الموضوع ده؟ وليه وزير الرياضة صرح وقال كده؟ هل منصور كان بيعتقد إن الصلح هيخليه في الرئاسة؟ ولا بيخطط لحاجة تانية؟ هل ممكن فعلا يترشح؟ ولا مجرد كلام بيقوله مش هيحصل؟ تفاصيل كتير وكواليس تمت في قعدة الصلح، وبعدها هتعرفها لأول مرة. منصور كان شايف إن وزير الرياضة مستقصد الزمالك وواقف لهم على الوحدة، ورغم الصلح اللي تم بينهم إلا إنه من جواه ما كانش مطمن. وزير الرياضة قرر يثبت لحسن نواياه، مش هتصدق قال له إيه وكله بالقانون. المستشار مرتضى منصور المشاكل نازلة ترف عليه من كل حتة ومش ملاحق. حالياً هو في مشكلة كبيرة مع وزير الرياضة، ورغم الصلح اللي تم بينهم وانتهى إن محدش هيجيب سيرة التاني، وزير الرياضة حسم الموضوع وأكد بعزل منصور من رئاسة الزمالك، والموضوع منتهي وبدون أي نقاشات أو تبريرات. القانون بيقول كده، وده طبعاً مش سهل على المستشار، وممكن يعمل أي حاجة في الدنيا وما يسيبش الزمالك. هو لسه بيتعامل مع الكل على إنه رئيس الزمالك رغم كل اللي مر بيه الفترة الأخيرة واللي حصل له. لكن وزير الرياضة الساعات اللي فاتت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب حسم الموضوع وقال له: نحترم تصريحات المستشار اللي أعلن خلالها إنه غير موجود في الفترة الجاية، وده غير وجود خطاب مبعوث من نادي الزمالك للوزارة بشأن عزل مرتضى منصور ومسؤولية المجلس الحالي على تسيير أوضاع النادي. كل اللي حصل خلال الأيام اللي فاتت من قرارات زي إسقاط عضوية سليمان وهدان عضو المجلس لن يتم تنفيذها طبقا للقانون، وإن نادي الزمالك نفذ القانون من خلال تنفيذ الحكم الصادر بخروج مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، والوزارة بعتت للزمالك بعد التأخر في تنفيذ قرار المحكمة إن منصور أصدر بياناً أكد فيه تنفيذه للقانون ومغادرة نادي الزمالك. وأكد الوزير بالبنط العريض إنه مرتضى منصور مش رئيس للزمالك، وإنه فتح باب الانتخابات اللي جاية للنادي وده في شهر يوليو ومن حقه يترشح. أيوة، وفقاً للقانون منصور يحق لي الترشح في انتخابات الزمالك الجاية، وهيتم من خلالها انتخابات رئيس للزمالك ونائب لي. وأكد إن العقوبة اللي تعرض للمستشار مقيدة للحرية مش مخلف بالشرف، فبالتالي يحق لي الترشح. من كلام سيادة الوزير إن مفيش حد فوق القانون، ومش معنى إنه تم الصلح بينهم إلا إنه ممكن يتهاون ويخليه رئيس للزمالك. لا، وزير الرياضة قال كمان مش هيتم تنفيذ أي شيء إلا بالشكل القانوني، وأنا المسؤول عن ده، ومفيش حاجة هتتم غير قانونية، وإنه تم تنفيذ الجزء القانوني على المستشار ومفيش في الحكم الصادر الرجوع إلى الجزء اللائحي لإعادته مرة تانية رئيساً، ولأن في تنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجزيرة بخصوص الموضوع ده، والأهم في الوقت الحالي هو تنفيذ القانون. يعني المستشار يجيبها كده يجيبها كده هي كده، ومفيش حل غير إنه يحترم أحكام القضاء والقانون ويعترف ويدرك إنه ما بقاش رئيس للزمالك، ولا لسه برضه مفيش حد يقدر يمشيه.